بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب الرئاسة والسيادة والمعالي والنيافة والسماحة والأساتذة الكرام، معالي وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في الصومال البروفيسور الدكتور سلاد إبراهيم فيدو، رئيس جامعة الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا، الأخوة أعضاء مجلس الأمناء، الأخوة الإداريين، الأخوة هيئة التعليم في جامعة جزيرة للعلوم والتكنولوجيا، الأخوة الطلاب الخريجين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بصفتي رئيساً لاتحاد الجامعات الدولي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اتحاد الجامعات الدولي بالمباركة لطلابنا الخريجين في جامعة جزيرة للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصومال، هذا البلد العزيز على قلوبنا والذي زرناه فوجدنا من أهله حسن الوفادة وبشاشة الوجه والكرم المعهود، فلنعم العلية القوم أنتم يا أهل الصومال الكرماء. أبارك لكم تنمية مؤهلاتكم الأكاديمية وصقل معارفكم، وأتطلع بكل أمل لإسهامكم في تطوير بلدكم وازدهاره. كما تعلمون أيها الإخوة، إن العلم هو نواة البناء لأي أمة من الأمم. لا تقوم الحضارات إلا بالعلم، كما أن الانتصارات لا تتحقق إلا بالعلم الذي ينير الطريق للأجيال حتى تستطيع أن تعيد لشعوبها المجد التليد وأن تمضي قدماً في التحضر والتقدم. إن أمانة العلم هي أمانة غالية ومسؤولية عظمى منوطة بنا جميعا، لكي نأخذ بأيدي أمتنا نحو الكوكبة العالمية. إن جامعة جزيرة عندما زرتها وعانيتها في مقديشو وتجولت في رحابها وأروقتها، فوجدتها من أقوى الجامعات على مستوى جمهورية الصومال، ولديها كوادر إدارية وأكاديمية متميزة بدرجة كبيرة. وقد حققت الجامعة في السنوات الأخيرة نقاطاً هامة متقدمة ضمن التصنيفات من حيث اعتماد وضبط الجودة الأكاديمية. ونحن في اتحاد الجامعات الدولي نسعى لتكثيف التعاون مع إدارة جامعة جزيرة والجامعات الصومالية بصفة عامة، وبما ينمي من دورها على مستوى الوطن وعلى المستوى الإقليمي والدولي. أيها الطلاب الخريجون الأعزاء، لقد انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة في حياتكم العلمية والعملية. إن أمامكم فرصاً كبيرة في تحقيق أهدافكم الطموحة، فمنكم من سيجد فرصة للعمل، ومنكم من يفكر باستكمال دراساته العليا، وهو كله خير، فكل يفيد الأمة في مكانه، فالمؤمن كالغيث أينما وقع نفع. إننا نتوجه إليكم يا أهل الصومال ويا أبناء الصومال الطلبة الأعزاء، بلدكم ينادي فيكم العلم والوعي وحمل مشاعل النهوض، فلن يعمر الصومال إلا بمعاول أبنائه، فكونوا معاول بناء لدولتكم، واستعينوا على ذلك بحفز طاقاتكم والعمل بجد واجتهاد والسعي الدؤوب لكي تستدركوا على الصومال ما فاته خلال السنوات الطويلة الماضية. أشيد بهذه الجامعة وأثمن جهودها في خدمة أبناء الصومال،
كما ونقدم لكم كل الدعم والعون في تطوير هذه الجامعة والنهوض بها مستقبلاً، وندعو الأجيال الواعدة إلى الالتحاق ببرامج جامعة جزيرة بكلياتها الثمانية لما حققته من نجاح على صعيد الصومال، وبالاستناد إلى العضوية التي تحظى بها جامعة جزيرة لدينا في اتحاد الجامعات الدولي، فإننا نترقب أن تكتسب هذه الجامعة فرصاً دولية أكثر عطاءً في تنشيط علاقاتها الدولية مع الجامعات في كل أنحاء العالم، وفي تعزيز حضورها على المستوى العربي والإسلامي. إنما تنطوي عليه العضوية في اتحاد الجامعات الدولي هو العمل ضمن مظلة عالمية تحتضن رسالة الجامعة وتسعى لإشراكها في بيئة أكاديمية متنوعة ومتعددة، بحيث تستفيد الجامعة من الأجواء التشاركية والتفاعلية من تبادل المعارف والخبرات مع الجامعات الأعضاء في هذا الاتحاد. وفي هذا المجال فإنني أتقدم إلى جامعة جزيرة وإلى باقي الجامعات الصومالية للمشاركة في معرض ومؤتمر حلال إكسبو للتعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة والتقنية، والذي ينعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان في 29 من تشرين الثاني نوفمبر في مدينة اسطنبول. كما أنني أدعو جامعات الصومال كافة إلى المشاركة في هذا الحدث الهام. وأخيرا، لقد كنت أود أن أنضم إليكم في هذا الحفل وأن أكون حاضرا بين صفوفكم وعلى مدرجاتكم لأشارككم هذا الحفل المبارك العظيم، ولكن قدر الله غير ذلك نظرا لانشغالاتنا الكثيرة. أرجو الله لكم التوفيق والسداد والتيسير والتسديد والتسهيل والعون في جامعتكم، وأسأله تعالى لنا ولكم حسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.